أهلا بيكم متابعين قناتي. أطول الزيجات في الوسط الفني بعدها استمر لأكثر من 40 سنة، ونبدأها مع أحمد حلمي ومنى زكي. تزوجا عام 2002 وحتى الآن زواجهما مستمر من 19 سنة، وأثمر هذا الزواج عن 3 أبناء والثنائي روجينا وأشرف زكي. ثنائي زواجهما مستمر من 30 سنة وحتى الآن أثمر زواجهما عن ابنتين هما مايا ومريم. غادة عادل ومجد الهواري تزوجا عام 2007 ولمدة 20 سنة، ولديهم 5 أبناء حتى تم الانفصال في سنة 2018. الثنائي مها أحمد ومجد كامل تزوجا عام 1994 ولمدة 27 سنة، وزواجهما مستمر حتى الآن وأنجب ولدين هما أحمد وعادل. ونتنقل للثنائي المثيرين للجدل أصالة وطارق العريان، تزوجا عام 2006 ولمدة 14 سنة، أنجب آدم وعلي وتم الانفصال رسميا عام 2020. محمد رياض ورانيا محمود ياسين تزوجا عام 1998 ولمدة 23 سنة، وزواجهما مستمر حتى الآن وأنجب طفلين هما آدم وعمر. والفنان محمود عبد العزيز والمذيعة بوسي شلبي تزوجا عام 1998 ولمدة 18 عام، واستمر زواجهما حتى وفاة محمود عبد العزيز عام 2016. والفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز زواجهما مستمر منذ 37 عاما وحتى الآن، وأنجب ابنتهما دينا وإيمي سمير غانم. أما الفنان الجميل نور الشريف وبوسي فتزوجا عام 1972 وانفصل في عام 2006 بعد زواج دام 34 سنة، ثم عاد مرة أخرى عام 2015 بعد انفصال دام 9 سنوات. لديهم من الأبناء سارة ومي، وعاش الثنائي قصة حب كبيرة حتى وفاة نور الشريف. أما محمود ياسين وشهيرة فيعتبر أطول الزيجات في الوسط الفني، تزوج عام 1970 ولمدة 50 سنة، أنجب رانيا وعمر محمود ياسين واستمر زواجهما حتى وفاته. أما حسن يوسف وشمس البارودي زواجهما مستمر من 49 سنة، وأنجب 4 أبناء هما نريمان وعمر ومحمود وعبد الله. الثنائي فاروق الفيشاوي وسمية الألفي تزوجا عام 1976 ولمدة 16 سنة، أنجب ولدين هما أحمد وعمر، وانتهى زواجهما بالانفصال سنة 1992. والثنائي محسن محي الدين ونسرين تزوجا عام 1991 ولمدة 30 سنة، وزواجهما مستمر حتى الآن، وأنجب رنا وعمر. أما الفنانة نادية الجندي وعماد حمدي تزوجا عام 1962 ولمدة 16 سنة، أنجب ابنهما هشام وانفصل عام 1974. أما الدنجوان حسين فهمي وميرفت أمين تزوجا عام 1974 ولمدة 12 سنة، وأنجب ابنتهما الوحيدة منة الله وانفصل عام 1986. أما وحش الشاشة فريد شوقي وهدى سلطان استمر زواجهما لمدة 15 سنة، وأثمر زواجهما عن بنتين هما ناهد ومها، ثم حدث الانفصال. أما سيدة الشاشة فاتن حمامة وعمر الشريف تزوجا عام 1955 ولمدة 19 سنة، أنجب ابنهما طارق، ثم حدث الانفصال عام 1974. والفنان رشدي أباظة وسامية جمال تزوجا عام 1962 واستمر زواجهما قرابة 15 سنة حتى الانفصال سنة 1977. وفؤاد المهندس وشويكار تزوجا لأكثر من 20 عاما، انتهى زواجهما بالطلاق، ولكن استمرت العلاقة الطيبة حتى بعد الانفصال.